وصلت إلى مدينة بنغازي كمية من الدقيق عبر جسر جوي يستمر لعشرة أيام متتالية من الإمارات والسعودية، ويشرف على عملية الاستقبال والتوزيع عضو مجلس بنغازي البلدي أنيس المجبري. وأكد الناطق باسم البلدية عبد الرؤوف الخضر لبوابة الوسط أن المجلس حرص خلال أزمة نقص الدقيق طيلة الفترة الماضية على مخاطبة عدة جهاد وطرق كل الأبواب، ولكنها جميعها لم تستجب، ومن بينها الحكومة المؤقتة. وأكد الخضر أن المجلس توجه بعد ذلك عن طريق رئيس لجنة متابعة الدقيق إلى القائد العام للجيش الفريق ركن خليفة حفتر، والذي قام بتوفير الدقيق من دولتي الإمارات والسعودية. لمزيد من التفاصيل زوروا دائما الوسط.ly.